السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين ان من ابعاد البيم المهمة اللي هو الفاسيلتي مانجمنت او ادارة المنشأة، ومن اهم الملفات ديت ملف الكوبي. ده على اساس شغل الفاسيلتي مانجمنت صح، لازم تطلع ملف كوبي صح. واحنا كنا بنعمله مانوال، كان بياخد مننا شهور عشان نطلع ملف الكوبي ده، وفكرته بسيطة. المهم ان البيم بيخلينا نطلعها في ثواني، بندوس على زرار يجمع لنا كل الداتا اللي احنا دخلناها اثناء الشغل وتطلع معانا بالشكل ده. طيب الموضوع بسيط، ده ملخص للموضوع. الكونتراكت هتلاقي فيه اسامي وايميلات الناس اللي كانت شغاله في المشروع، تمام، بحيث لو حصل اي حاجه هتصل بمين. الفاسيلتي، الفلور، كل ما يتخص بالفلور، السبيس، طبعا كل اكيوبمنت موجوده في اني سبيس، الزونات اللي موجوده، التايب، الكومبوننت، السيستم، الاسمبلي، الكونكشن، الاسبار لو في قطع غيار، الريسورس اللي هنحتاجها عشان نعمل صيانة، الجوب، عمليات الصيانة، مين اللي هيعملها، والحاجات دي كلها، تمام. طيب عشان نعمل الموضوع ده في البيم كمثال للبرامج أو بيم سوفت وير، لما بتعمل سيلكت على أي عنصر بنحط بارامتر بالشكل دوت اللي هو كوبي دوت كريت باي كريت اون كومبوننت دوت نيم. طيب ازاي نعمل البارامتر دوت؟ اجي من كلاينت مانج وابدا اضيف بروجكت بارامتر، تمام، او ممكن اقول له اد واختار شيرد برامتر او بروجكت برامتر اللي الاثنين يمشوا. وبعد ما بتكتب اللي هو البرامتر الخاص بملف الكوبي تقول له انا عايز ازوده مثلا في الحاجات اللي هي ميكانيكال اكويبمنت او الكتريكال اكويبمنت او الدور. تبدا تحط الاسم هنا ونوع البرامتر، وبعد كده بتحدد هتحطه في انهي عنصر. فانت ممكن تحطه هنا في الوول في اي حاجه. طيب بعد كده بنسطب برنامج اللي هو دوت، ده بنخرج منه ملف الكوبي، بقول له انا عايز اعمل سيت اب للبروجكت. الموضوع بسيط، مجرد ان انا بدخل الداتا مظبوطه وبعد كده هو بيصدرها لي في ملف اكسل. وكل الخطوات اللي احنا بنقولها دي سريعا هنبدا ان شاء الله ناخدها بالتفصيل على قناه بيم اربيا، فاعمل متابعه للقناه وفعل الجرس، تمام. فبيبدا يقول لي الاعدادات اللي انت عايزها، هل انت عايز بنظام اليو اس ولا اليو كي. طيب ممكن هتشتغل بالاليمنت اي دي العنصر بتاعه، ولا بالجي يو اي دي جلوبال يونيك اي دي، ولا بالميبر بارامتر زي ما انت عايز. كل الاختيارات دي تختار بقى اللي انت انسب ليك. هنا هتشتغل بالانش ولا بالفوت ولا بالميتر ولا بالميتر، خليها بالديفولت زي ما هو مظبط في البرنامج. وحدات القياس تبدا بقى تختار وحدات القياس اللي انت عايز تشتغل بيها، تمام. بعد كده هتيجي هنا بقى، هل انت عايز تشتغل بالسبيس ولا بالروم؟ يعني براحتك، انا شخصيا بحب اقول له سبيس فور اول، تمام. في ناس بتحب تبدا تشوف هل السيلينج ده مهم في السبيس ولا لا، طب خلاص خليها روم وهكذا، تمام. طيب سبيس فور ام اي بي المنت، السبيس فرق بينها وبين روم فيها كل معلومات الروم وفيها معلومات اضافيه خاصه بالميكانيكا والكهرباء. طيب السبيس ان روم، كل سبيس هنحطها في رو لوحديها ولا اول سبيس ان وان رو؟ التايب اللي موجود، تمام. ممكن تقول بقى عايز اضيف فيلد تاني اخر، وتبدا تشوف المعلومه اللي انت عايز تحطها، مثلا الاليمنت اي دي، عايز احط الريفت كاتيجوري. الحاجات دي هتطلع هنا معايا في الجدول الاكسل اللي احنا كنا لسه شايفينه شويه. هنا الكومبوننت، انت لو بصيت هنا هتلاقي عندي كومبوننت وهتلاقي عندي تايب زي ما هو موجود في قلب الملف دوت اللي احنا بنصدر منه. هتيجي هنا تلاقي سيستم، تبدا تشوف المعلومات اللي انت عايزها، هل كفايه بالنسبه لك سيستم نيم وسيستم كلاسيفيكيشن ولا عايز تضيف خانه اخرى؟ يبدا يقول لك ايه الحاجات اللي ممكن تضيفها. طيب بعد كده الاتريبيوت، تمام. ممكن تقول له سيلكت اول وخرج، بس ممكن تكون في معلومات مش محتاجها. الفاسيلتي مانجمنت بيقول لك انا عايز معلومه بتاعت اللايت فيكتشر بس، فانت لما تدي له معلومات اكتر ده مش معناه ان انت بتفيده، انت ممكن تخليه يتلخبط ما يلاقيش المعلومه اللي عايزها. فحسب المعلومات اللي هو عايزها انا ممكن اقول له سيلكت اول وادي له كميه ضخمه من المعلومات هو ممكن ما يحتاجهاش، تمام. يعني هو مش محتاج المعلومات بتاعت كول تري، هو محتاج مثلا معلومات معينه، فانا اقدر اصدر له المعلومات اللي هو محتاجها ولو عايزها هصدرها له، تمام. طيب هنا بقى بيقول لك الكوردينيشن، هل انت هتحسبها مثلا من خلال الروم، مثلا تحسبها من خلال اللوكيشن بوينت ولا الباوندنج بوكس. الاسكادولات، هتخلي الكوبي فلور ليفل باي ليفل، هحط لك ليفل الاولاني وبعد كده ليفل الثاني. الكوبي سبيس، هتصدر روم وسبيس ولا عايز في السبيس بس. الكوبي كومبوننت، عايز الدور والويندو والمالتي كاتيجوري ولا، هو بيديك اختيارات، تمام. بعد كده تقول له صدر، يروح مطلع لك ملف الاكسل فيه كل المعلومات دي.
الشيت هوت الاكسبورت هتاخد من انهي بارامتر مابينج. انا مثلا الاكسبورت تايب هياخدها من كوبي تايب، ممكن تقول لا ده انا عايزها من مكان تاني، فانت تقدر تكتب البارامتر اللي انت عايزه، تقدر تختار البارامتر اللي انت عايزه. الكريت باي كوبي دوت كريت باي اللي احنا كنا لسه عاملينها، لما تخش في دي اسامي الملفات اللي موجوده في الكوبي، وهنا دي الملفات اللي موجوده في العنصر، تقدر تضيف زي ما انت عايز، ونوع انستنس ولا تايب، انستنس ولا تايب. تمام، في الاخر بتقول له سيف اند كلوز، يقول لك المعلومه تمت بنجاح، بيعمل ابديت للحاجه، وكل اللي عليك ان انت تقول له اكسبورت للملف الاكسل دوت. فهو بيبدا يطلع لك الجداول اهيت، تمام، بالشكل دوت، عملها وعمل لها ابديت. فانا هاجي هنا واقول له انا عايز اعمل اكسبورت للملفات ديت، فبيقول لي اختار المكان اللي انت عايز تصدر فيه الحاجات ديت، فهصدرها على دي مثلا واسميها مثلا 1، تمام، سيف، هو كده اتصدر. طيب خليك معايا، اجي هنا اقول له انا عايز افتح الدي، هتلاقي الملف اللي انا عايزه هو ده، تقدر تفتحه باي برنامج من البرامج اللي بتفتح ال XML. خلينا نفتحه مثلا على مثلا لايبرري اوفيس، ده شكل الملف بتاع كوبي، بس في برامج كتيرة بتقدر تقراه وتطلعهولي زي الملف بتاع الاكسل. طيب هنيجي هنا واقول له انا عايز ادخل الكونتراكت، فتكتب اسامي الناس اللي انت شغال معاك في المشروع، تمام، بحيث ان لو حصل اي حاجه اقدر اسامي اد كونتراكت، وضيف مثلا اسمي عمر سليم وهكذا، كرييت باي لو في حد موجود، الايميل بتاعه ده ايميلي مثلا، التليفون بتاعي. الموضوع ده مهم جدا، اسامي الناس مهم جدا. طيب بعد ما خلصنا الحاجات دي كلها بقول له كريت سبريد شيت، بيقول لي عايز تطلع الملف فين، ملف اكس ال اس اكس. طيب هقول له انا عايز اصدره على الدي باسم او، واقول له سيف، تمام. طب انت عايز كل المعلومات دي تطلع معاك ولا في معلومات مش عايزها؟ لو في معلومات مش عايزها شيلها، تمام، واقول له كريت سبريد شيت، هو هيبدا يطلع لي ملف الاكسل. دلوقتي هو خلص وطلع لي الملف دوت الاودو دوت اكس ال اس اكس من الاول كده خالص. هنلاقي هنا المعلومات الخاصه بالحاجات اللي احنا كتبناها، احنا مثلا اخترنا اليو كي، اخترنا الاي اف سي دوت، اخترنا البروبوزال، كل المعلومات اللي احنا كتبناها هتلاقيها موجوده هنا، تمام. دي معلومات الناس اللي كانت شغاله في المشروع. هنا هتلاقي ليجند، دي مثلا الحاجات اللي هي باللون الاصفر دي ريكوايرد، الحاجات دي لو هي مطلوبه اصلا، لو طلبوها في العقد ساعات ساعات لا، في حاجات نوت يوز، الحاجات دي اللي هي السبار والريسورس والجوب دول بيتكتبوا مانوال، ما بيطلعوش من الريفت. هنا بتلاقي فاسيلتي، الفلور، السبيس، دي كل السبيس اللي موجوده في المشروع، الزون، التايب، كومبوننت، السيستم، الاسمبلي، كونكشن. كل اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده هنناقشها ان شاء الله على قناه بيم اريبيا بالتفصيل، فتابعونا ان شاء الله لان الموضوع ده مهم جدا جدا، ومن نادر ان انت تلاقيه.